لكل اللي عايز او عايزه تخس ومش عايزه تتقيد بنظام غذائي معين، بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجاتك. الخيار، الخيار مهم جدا في الرجيم لان سعراته الحرارية قليلة وبيساعدنا على الشعور بالشبع، وطبعا بيساعدنا في تقليل كمية الطعام على مدار اليوم. تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية والقيمة الغذائية كمان. القيمة الغذائية في الخيار للمئة جرام، السعرات الحرارية 15 سعر حراري، بروتين 65% جرام، كربوهيدرات 3.6 جرام، دهون 11% جرام. القيمة الغذائية في الخيار لحجم صغير بوزن 71 جرام، زي ما شفنا في الصورة السابقة، السعرات الحرارية 10 سعر حراري، بروتين 46% جرام، كربوهيدرات 2.6 جرام، دهون 7% جرام. القيمة الغذائية في الخيار لحجم متوسط بوزن 92 جرام، زي ما شفنا في الصورة السابقة، السعرات الحرارية 13 سعر حراري، بروتين 59%جرام، كربوهيدرات 3.3 جرام، دهون 10%جرام. القيمة الغذائية في الخيار لحجم متوسط بوزن 120 جرام، زي ما شفنا في الصورة السابقة، السعرات الحرارية 18 سعر حراري، بروتين 78%جرام، كربوهيدرات 4.3 جرام، دهون 13%جرام. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتبلي في التعليقات، وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.